الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. كالعادة زي ما حضراتكم عارفين عندنا أخبار كتيرة جدا تخص منتخبنا الوطني وأخبار تخص النادي الأهلي. خلال الفترة السابقة النادي الأهلي الحقيقة زي ما حضراتكم شايفين واللي بيحصل داخل النادي الأهلي، كل الأندية في حتة والنادي الأهلي في منطقة تانية. النادي الأهلي عنده انتخابات وعنده أمور كثيرة، ولكن تظل دائما كرة القدم والرياضة في النادي الأهلي ملهاش دائما أي علاقة بما يحدث داخل النادي الأهلي من انتخابات من أمور أخرى. الأمور ماشية زي ما هي بسم الله ما شاء الله، حاجة زي الفل. دائما لما تيجي تبص على النادي الأهلي أو تشوف النادي الأهلي بيعمل إيه، لازم تعرف الخطوات اللي بيتخذها النادي الأهلي علشان دائما حتى لو في انتخابات. تخيل حضرتك أن في انتخابات في النادي الأهلي خلال هذه الفترة، انتخابات ان شاء الله يوم 26 نوفمبر، والكل كل الامور ماشيه زي الفل، كل الامور ماشيه زي الفل، مفيش حاجه رايحه في اتجاه معين او رايحه في الاتجاه ده او رايحه في الاتجاه ده، لا كل الامور بسم الله ما شاء الله ماشيه في اتجاه ازاي تكسب الفتره اللي جايه، ازاي تحضر في كره القدم، ازاي تحضر الفتره اللي جايه، هنعمل ايه، هل هنسافر، هل هنقعد، هل الفتره اللي جايه هيبقى فيها كلام مع موسيماني ومع اللاعبين اللي موجودين بعيدا عن المنتخب، هنعمل معسكر ولا مش هنعمل، الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. كابتن سيد عبد الحفيظ موجود هو وكابتن امير توفيق في الامارات لترتيب ما سيحدث خلال الفتره القادمه. امور كثيره جدا دائما ما بتشوفش الحاجات دي غير داخل النادي الاهلي فقط، داخل النادي الاهلي بس اللي حضراتكم شايفينه ده، كل الامور ماشيه، الدنيا ماشيه. اللي يروح النادي او للناس اللي بتروح النادي اعضاء الجمعيه العموميه يعرفوا ان الامور ماشيه بشكل كويس جدا جوه الجمعيه العموميه في او جوه النادي في الشيخ زايد او جوه النادي في الجزيره او جوه النادي في مدينه نصر، كل حاجه ماشيه وكل حاجه رائعه في ظل ايه؟ في ظل في وجود انتخابات موجوده داخل النادي الاهلي. ان شاء الله يوم 26 نوفمبر كل اعضاء الجمعيه العموميه يكونوا متواجدين علشان ينتخبوا من يجدوه اصلح من وجهه نظرهم. في النهايه الجمعيه العموميه في النادي الاهلي معروفه ان هي دائما تنتخب الاصلح للنادي الاهلي بعيدا عن اي اسماء وبعيدا عن اي شيء. الجمعيه العموميه في النادي الاهلي هي دائما اللي بتنتخب اللي بتراه اصلح للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. كان مهم جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم لانه بشوف اللي بيحصل في انديه اخرى وبشوف ايه اللي بيحصل في انتخابات معينة هنا انتخابات هنا اتحادات سواء أندية، بتجد ان كل الأمور فيها لخبطة، الدنيا بتلاقيها ملخبطة. لو أي نادي آخر غير النادي الأهلي تلاقي ان الدنيا فيها لخبطة والأمور فيها أصل احتمال يحصل حاجة مع الفرقة، أصل احتمال اليد يحصل لهم كذا، الطايرة يحصل لهم كذا، لكن النادي الأهلي كل أموره ماشية بسيستم معين، بسيستم النادي الأهلي، اللي يجي يجي مجلس الإدارة، اللي يجي يجي مجلس الإدارة اللي موجود هيكمل لغاية نهاية مدته الشهر اللي باقي أو الشهر أو أقل من شهر لغاية يوم 26 نوفمبر، وبعد كده المجلس اللي جاي هيجي ويكمل ما اللي حصل ما حدث خلال الأربع سنوات الماضية. النادي الأهلي مختلف في كل شيء، النادي الأهلي مختلف حتى في انتخاباته، حتى في الانتخابات. دايما تلاقي الانتخابات دي بتبقى عامله ربكه لكل الانديه ولكل الامور، اي حد عنده انتخابات بتبقى عنده ربكه، ولكن النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين الامور مستقره، الدنيا ماشيه، كل حاجه ماشيه، ومحدش بيتكلم في حاجه غير ان النادي الاهلي ازاي يتم استعداداته بكل قوته خلال الفتره اللي جايه علشان يعود لما الدوري يعود مره اخرى نقدر نكسب الثلاث ماتشات اللي قبل التوقف الدولي اللي قادم، وهكذا وهكذا وهكذا. ومنتخبنا الوطني بالمناسبه وصلت بعثه منتخبنا الوطني الى العاصمه الانجوليه لواندا مساء اليوم لمواجهه منتخب انجولا. يوم الجمعة إن شاء الله الساعة 9 بالليل منتخب مصر هيواجه منتخب أنجولا في استاد 11 نوفمبر. الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الستة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022. السفير محمد صفوت كان في استقبال بعثة منتخبنا الوطني
وكان 25 بعثة منتخبنا الوطني 25 لاعب لمباراتي أنجولا ثم الجابون في برج العرب يوم الثلاثاء المقبل. منتخبنا الوطني زي ما حضراتكم عارفين يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بعد الفوزين المتتاليين على منتخب ليبيا في 3 انتصارات وتعادل وحيد، فيما يأتي منتخب ليبيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمتين، وفي المركز الثالث يجي الجابون منتخب الجابون برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين. أما منتخب أنجولا اللي إن شاء الله هنقابله يوم الجمعة القادم يتذيل هذه المجموعة بثلاثة نقاط من فوز وثلاث هزائم. إن شاء الله منتخبنا الوطني بقيادة مديره الفني كارلوس كيروش بيستعد جديا وعلى عشان يلاعب إن شاء الله منتخب أنجولا وعينه على المركز الخامس في التصنيف الشهري. ليه المركز الخامس؟ ليه؟ لأن الخمس الفرق الأولى ستكون الخمس الفرق الأولى في التصنيف ستكون في المركز الأول وهي اللي هتلاقي من سيكون في المركز الثاني. نتمنى يعني الأول فرق أول خمس فرق موجودين، إحنا في المركز السادس إن شاء الله، نيجيريا في المركز الخامس، نقدر قبل سحب قرعة الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم إن شاء الله نقدر نصل إلى المركز الخامس. عايز أقول لحضراتكم إن منتخب نيجيريا يحتل منتخب مصر يحتل المركز ال 44 عالميا، بينما نيجيريا تحتل المركز الخامس افريقيا وال 36 عالميا. منتخبنا خلال الفترة السابقة تقدم 4 مراكز إلا أنه ظل في المركز السادس على مستوى القارة الأفريقية برصيد 1434.62 نقطة خلف منتخب نيجيريا الخامس. عنده كم نقطة بقى منتخب نيجيريا؟ 100.492 نقطة و37%، وقبل غانا السابع اللي هي 1411.3 نقطة. وبناء على هذا التصنيف يظل المنتخب الوطني في المستوى الثاني. في المستوى الثاني يبقى ممكن تلعب الجزائر وهي الأصعب الحقيقة. فمنتخبنا الوطني هيظل في المستوى الثاني لغاية إمتى؟ لأن طبعا في قرعة الدور الثاني من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم. منتخب يحتاج إيه بقى؟ يحتاج إلى الفوز في المباريات في جميع المباريات المقبلة في التصفيات المونديالية. كذلك بطولة العرب رغم أنها غير مدرجة في الأجندة الدولية ولكن هتدي للمنتخب نقاط. وبالتالي طبعا هيكون النقاط البطولة العربية أقل الحقيقة من البطولات المدرجة في الأجندة الدولية. في المقابل يجب أن تتعثر نيجيريا في مباراتيها أمام ليبيريا والرأس الأخضر في تصفيات المونديال حتى يصعد المنتخب الوطني للمركز الخامس وزي ما حضراتكم عارفين منتخبنا الوطني لعب مباراتين في شهر أكتوبر الجاري أمام منتخب ليبيا ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة. طبعا الموضوع صعب جدا أن أنت هتكسب المباراتين ولازم نيجيريا تتغلب المباراتين بالمناسبة، وبالتالي خلينا نشوف ايه اللي هيحصل وان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد الى المركز الخامس. خلينا ننتظر ايه اللي هيحصل من المنتخب النيجيري، لانه الحقيقه لما تبعد عن الخمسه الاوائل هتكون امورنا افضل طبعا بكتير. الجزائر في المركز الاول، الجزائر واحد من المنتخبات القويه جدا 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 الحقيقه في القاره الافريقيه دلوقتي، مبارياته كلها بسم الله ما شاء الله بيكسبها وبيكسبها بسكور عالي، وعنده مجموعه لعيبه جيده جدا وبقالهم فتره مع بعض. اخر منتخب فاز ببطوله كاس امم افريقيا اللي كانت موجوده هنا في مصر في 2019، المجموعه هي معاهم جمال بالماضي واحد من المديرين الفنيين الكويسين جدا مع المنتخب الجزائري، وبالتالي عايزين نبعد عن وجع الدماغ بيني وبينكم، يعني عايزين نبقى ان شاء الله في المركز الخامس ونلاعب بقى المنتخبات الاقل من المنتخب من الخمس منتخبات الاولى، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونبقى ونصعد الى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي. عندنا ايه النهاردة؟ عندنا كريم سعيد واحمد ثابت. هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن مباراة النادي الاهلي ونادي الزمالك وكيف استطاع النادي الاهلي ان يفوز على نادي الزمالك بخماسية مقابل 3 اهداف، لان ناس كتيرة جدا ما اتكلمتش على الناحية الفنية اللي عملها موسيماني او الجهاز الفني اللي اتعملت خلال هذه المباراة.
هنوري حضراتكم ايه اللي حصل في المباراه من خلال الجمل التكتيكيه اللي اتعملت، ازاي موسيماني قدر يقفل على الباكين في او الجناحين في نادي الزمالك، وازاي قدر ان هو يستغل الضعف اللي موجود في نادي الزمالك في عمق الملعب وقدر يجيب 5 اهداف. كل ده محدش كتير يتكلم عنه، عشان كده النهارده هيكون معانا كريم سعيد واحمد ثابت، وهنتكلم ايضا عن منتخبنا الوطني وفرص منتخبنا الوطني خلال الفتره القادمه. كلام مهم جدا جدا جدا، مش هتسمعوه هنا غير في البيت الكبير، لان المره المليون زي ما بقول لحضراتكم اتفرجت على كثير من الاستوديوهات اللي حصلت بعد مباراه الاهلي والزمالك وكثير من البرامج الرياضيه، الناس كلها كانت يعني بتتكلم في حته ونتيجه المباراه في حته تانية. نتيجه المباراه 5-3، النادي الاهلي فاز على نادي الزمالك 5-3، والناس بتقول لك اصل تغييرات موسيماني غلط، اصل تغييرات موسيماني غلط. على فكره كل مدير فني ممكن يبقى عنده اخطاء في التغييرات، ولكن في النهايه في النهايه هو وصل لايه؟ وصل ان هو يكسب نادي كبير زي نادي الزمالك 5-3. هو ده اللي نقدر نتكلم فيه، كيف استطاع موسيماني ان يفعل ذلك؟ ده اللي هنشوفه ان شاء الله في الفقره القادمه مع كريم سعيد واحمد ثابت. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا ابو كريم؟ اخبارك ايه؟ كله كويس؟ الحمد لله يا كابتن. طب الف مبروك للنادي الاهلي طبعا. نعم؟ الف مليون مبروك للنادي الاهلي طبعا. اه صح، ده انتوا ما قلتوش، ما باركتوش. اه ما اول مره نيجي من ساعه الخمسه. كويس، مبروك. اتكلم تاني بقى من الاول. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ تمام الحمد لله، ومبروك طبعا للنادي الاهلي النهارده اليوم الخامس بعد الخماسيه. عشان كده انتوا قاصدين تيجوا النهارده. طيب كريم، قول لي برضو، خليني ابدا معاك برؤيتك الفنيه لمباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك. انا مبسوط ان المباراه يعني بخلاف طبعا النتيجه والمفاجآت اللي حصلت تكتيكيا داخل الملعب، مبسوط ان يعني ايه ده؟ في مفاجآت تكتيكيا حصلت؟ اه طبعا. موسيماني عمل مفاجآت؟ اه طبعا. تفتكر احنا قبل المباراه انا ما سمعتش حد بيقول كده. لا، ما انا هاجي للنقطه دي. قبل المباراه يا كابتن اسلام احنا قلنا المباراه فعلا لعبه شطرنج ما بين الاثنين، وبيتسو موسيماني يعني في مواقف قبل كده كان عندنا بعض المشاكل وعندنا بعض الامور اللي احنا محتاجين نتعامل معاها. ولو تفتكر في الحلقه اللي سبقت الماتش احنا قلنا الاختبار عند كارتيرون اكبر من الاختبار عند موسيماني اكبر من الاختبار عند كارتيرون. كارتيرون الامور كانت واضحه بالنسبه له، مظبوط، كتشكيل لاعبين او كطريقه لعب، انما بيتسو موسيماني اللي كان عنده خيارات كتيره جدا جدا جدا، العب 4-2-3-1 و 3-4-3 ولا 4-3-2-1. كان في كذا حاجه ممكن يعني تلخبط الراجل. الراجل فعلا وصل لافضل فورمولا او افضل صيغه ممكن يواجه بيها نادي الزمالك. ليه احنا فرحانين بالخمسه ثلاثة وكنا هنفرح بالخمسه أربعة وكنا هنفرح بالخمسه أربعة ونص؟ ليه؟ عشان النتيجه دي اتحققت قدام واحد من اقوى القوائم لنادي الزمالك في السنوات الاخيره. نادي الزمالك فعلا دي واحده من اقوى السكوادز اللي بيملكها الفريق في اخر 5 سنين، فبالتالي فكره انك تحرز 5 اهداف في الفرقه دي في خلال 69 دقيقه وتحقق رقم قياسي، ان دي اكبر اسرع ثلاثيه في تاريخ لقاءات القمه، 3 اهداف في 25 دقيقه، امر يدعو للفخر فعلا. ازاي النهارده انت قدرت تشتغل كويس كمدير فني وتدرس الفرقه دي كويس وتلعب بالتكتيك وبتلعب وتحط الخطه وتختار التشكيل المناسب اللي يقدر يحقق لك الشكل اللي اتحقق، يعني ترمي الاساس. موضوع التغييرات ده نجيله بعد كده. فكره بقى تقليل نادي منظومه نادي الزمالك، وانا بتكلم بكل امانه انا ما شفتش يعني الاغلبيه 90% من منظومه نادي الزمالك بتحاول ان هي تقلل
من انتصار النادي الاهلي بحته ناس الزمالك احرى 3 اهداف، ولو كان في شويه وقت كمان كنا الدنيا تعادل. انا في وجهه نظري ده كلام لا يصدر، لا يصدر من نادي بطل، لا يصدر. النادي البطل اللي يخسر الخساره دي اول كلام بيطلع يقوله للناس ده ما كانش صح، ده ما كانش ينفع يحصل، ده ما يصحش، ما ينفعش بده شكلنا، ده النادي البطل. ان من النادي البطل المنظومه الامانه، المنظومه كلها انا سمعت كله كله برضو. ده هم فئه قليله جدا من الجمهور على تويتر اهو، انا اقصد على تويتر بس بعض قالوا يا جماعه ما كانش صح، ما ينفعش نعمل كده، ما ينفعش بده شكلنا، ما ينفعش النتيجه توصل في الدقيقه 69 5-1 5-1 في 70 دقيقه النادي الاهلي كسبان الزمالك 5-1 ايا كان الهدفين في الاخر دول. ما احنا زي اي رياضه بيحصل هبوط في الاداء، وانس انك بتلاقي في فجوه في المستوى ما بينك وبين المنافس بتاعك، ده في اي لعبه. احنا في تنس الطاوله لما بنفرق 10 4 خلاص اوكي بقى ناقص لي نقطه اكسبها، بلعبه بشمالي اسمها بقعد العب زي بامانه بتكلم والله انا فعلا والله انا مش بحفل، انا بتكلم بامانه. في اي رياضه المستوى ليفربول ويونايتد 5-0 في 55 دقيقة لعيبة ليفربول، وبعد طرد بوجبا خلاص الريتم هبط. مهما كلوب من بره يفضل يقول للعيبة يا جماعة اعملوا يا جماعة، يا كابتن اسلام ماتش 0 لو حضرتك تفتكروا ماتش 3-0 بتاع محمد عبد الوهاب الله يرحمه لما شوط الكورة جت في العارضة وكابتن عبد المنعم كامل الجول، الجول التالت ده تقريبا جه في الدقيقة 60 او الدقيقة 62 والأداء بتاعكم حصل كيرف بينزل ليه؟ انت خلاص بتلاقي في فجوة بينك وبين المنافس. فاللي عايز اقوله هنا ما كانش صح ان منظومه نادي الزمالك هي اللي تقلل، ده المفروض خلينا نتكلم على الاهلي اكتر يعني. فاللي عايز اقوله ان نقفل الحته دي ان لا الانتصار كبير ليه؟ ده ديربي زي انتصار في الماتش القاضيه ممكن، ده ديربي مش هيتكرر تاني، دي انتصارات تاريخيه. ما ينفعش تقول لي 5-3 تساوي 2-0 لا ده مش صحيح. النقطه الاخيره اللي انهي بيها كلامي، هو بجد في حد بيقول كده صح؟ حد بيقول ايه ده المنظومه الاعلاميه، احنا بنتكلم على كلام رسمي مش كلام جمهور، الجمهور اللي هو عايزه. لا الجمهور له حق، الجمهور اللي هو عايزه، هو عايزه. كل الناس تقول اي واحد عايز يقول اي حاجه نفسه فيها يقولها مفيش مشكله، انا بتكلم على كلام رسمي، كلام بيتم توجيهه من المنظومه الرسميه للجمهور. يا جماعه فكروا بالاسلوب ده، انا متخيل مثلا ان في النادي الاهلي، نادي الاهلي يخسر 5-3 وحد بس اشوف انا بتكلم بكل صراحه اهو، اشوف انا حد يطلع يقول لي لا 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 يا كريم احنا ما خسرناش 5-3 خسرنا 2-0 يا نهار ابيض، انت بتهد المنظومه، انت بتهدلي سياستي، انت بتهدلي اسلوب تفكيري، ازاي تخليني اقبل ده يحصل اصلا واطلع اشجع اللعيبه. كلامك مظبوط، لانه كان بعد نهايه مباريات الدوري في الجونه والاجتماع اللي عمله كابتن خطيب اعترف جميع اللاعبين بالتقصير في خسارة الدوري لو تفتكروا هذا الكلام. نعم طب فدي كانت البداية لعودة جيدة خلال الفترة اللي بعدها، برضو كان كاس السوبر وخسرنا كاس السوبر بطريقة أو بأخرى، ولكن خسرت كاس السوبر، وكان هناك أيضا كلام عن تقصير اللاعبين، مش أنا اللي كنت بقول ولا حضرتك ولا أحمد، كان اللعيبة نفسهم لما بتقعد معاهم او بيكتبوا كده على صفحاتهم على السوشيال ميديا ان احنا مقصرين وبنوعد الناس ان احنا الفتره الجايه هنبقى. فهو ده الكلام اللي انت بتتكلم عنه، ده وضعا في الاعتبار ايه ان الكلام ده كمان جه بعد 2 تشامبيونز ليج ورا بعض. يعني انت كمان في بعض مباريات حطت، لان الفرقه دي حققت 2 دوري ابطال افريقيا ورا بعض، واحنا كنا بقالنا فتره ما حققناش اللقبين دول ورا بعض. دول نقطتين كنت عايز اتكلم فيهم، والنقطه طبعا الثالثه بخصوص التحكيم، بس اعتقد احمد محتاج يقول رايه في المباراه وبعد كده نروح لتصريحات الكابتن. طب محمد نسمع كلام كريم ونروح لاحمد. الحمد لله تاني طبعا المباراه يعني مكسب مهم جدا للنادي الاهلي، بتاخد دفعه معنويه في البدايه، بتكسب الغريم المنافس بتاعك 5 يعني اكيد فوز مهم جدا، لان الفوز ده ما حصلش من سنه 38. سيبك من اي حد يقلل من الفوز، هو دايما العين ما بتحبش اللي احسن منها، ودايما انت كاهلاوي يعني الحمد لله انت الافضل وانت الرقم واحد في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط، فبالتالي الناس هتقعد تقلل منك، فده طبيعي يعني. لكن الفوز بخمسه، خلينا نقول ان الخماسيه النادي الاهلي عبر التاريخ عامل 93 خماسيه عبر التاريخ، 93 خماسيه من 1907 93 خماسيه ديت رقم 45 في الدوري. نادي الزمالك تلقى 5 اهداف من النادي الاهلي 4 مرات، يعني دي قدامنا التفاصيل هي 93 خماسيه للاهلي عبر التاريخ، 45 في الدوري، 25 في كاس مصر، 11 في دوري منطقه القاهره، دوري ابطال افريقيا 6،
أبطال الكؤوس الأفريقية 3، كأس السلطان حسين 1، وكأس البطولة العربية المتحدة 1، والبطولة الأخيرة اللي هي العربية 1. فطبعا الترتيب 93 خماسية للأهلي عبر التاريخ، دي حاجة مهمة جدا. الحاجة التانية خلينا أقول لحضرتك إن النادي الأهلي كسب نادي الزمالك بخماسية 4 مرات. أيوة. الخماسية الأولى كانت عام 1937 مرتين، ديت الأولى والتانية عام 1937، التالتة كانت عام 1938، الرابعة 2021. نيجي بعد كده للسداسيات، النادي الأهلي كسب الزمالك بسداسية مرتين، يبقى احنا كسبنا 5 4 مرات. 6 مرتين. طب كسبنا نادي الزمالك 4 كم مرة؟ 3 مرات. الأربعة 3 مرات. طب كسبنا نادي الزمالك 3 كم مرة؟ 8 مرات. انا يعني احب اوثق الحاجات دي، مهمه جدا. انت كسبت نادي الزمالك 3 كم مرة؟ 4 كم مرة؟ 5 كم مرة؟ 6 كم مرة؟ فدي حاجه طبعا تحسب بالتاكيد. برضو لازم نتكلم على، انا شايف ان كارتيرون فكرني باوتوفيستر في مباراه 6-1. كان نازل فاكر نفسه ان هو هيكسب، فاكر الناس فاكره ان ما احترمش النادي الاهلي من وجهه نظري تكتيكيا ولا فنيا، نزل فاتح الملعب. الناس كانت لازم تتكلم في النقطه دي، كارتيرون نازل فاتح الجيم، عامل ضغط عالي على النادي الاهلي. ده حاجه كده يعني عدم الاحترام للنادي الاهلي كتكتيكيا وفنيا يعني. فنازل فاتح الملعب، عامل ضغط عالي، وما قالكش المشاكل اللي عنده اللي هي في العمق ولا الدفاع، على عكس بيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني عمل ايه عشان الناس تكون فاهمه؟ هو احنا لعبنا الاسماعيلي ولعبنا البنك الاهلي، هو استفاد من الماتش ده واستفاد من الماتش ده في ايه؟ ماتش الاسماعيلي احنا لعبنا 3-4-3 وكان شكلنا كويس جدا، وكان بيرسي تاو مهاجم وهمي. الماتش الثاني برضو لعب بنفس الطريقه، بس البنك الاهلي كان مقفل، فكان شكلنا مش حلو قوي عشان ما كانش فيه مهاجم يديك العمق. راح هو عامل مزيج ما بين التشكيلين، استفاد، لعب 3-4-3 بس بمحمد شريف. ليه بدا بمحمد شريف؟ عشان يستغل العمق، المشاكل اللي في العمق اللي هي ما بين السردباكين في نادي الزمالك. والحاجه الثانيه احنا هنا اتكلمنا وقلنا دور طارق حامد في بناء الهجمه، مين اللي هيضغط عليه؟ كان دور مهم جدا لعمرو السوليه، بتكلفه عمرو السوليه في الضغط على طارق حامد ومنع بناء الهجمه. الحاجه الثالثه احنا قلنا هندافع ازاي؟ موسيماني هيفكر يدافع ازاي؟ هو فكر ان هو يدافع لما لعب 3 ورا، خلى اكرم توفيق على الجنب 3، ادت حمايه لاكرم بيهاجم، علي معلول معلق قدام، وبالتالي زيزو بقى محتار هو وحمزه المسلوسي لما يتقدم، معلول دايما بيبقى طاير في ظهرهم، كذلك اكرم توفيق في الناحيه الثانيه، اشرف بن شرقي. اذا دافع بشكل كويس وهاجم بشكل كويس وقفل المفاتيح اللي هي بتاعه بناء الهجمه عند نادي الزمالك، فظهر بشكل ممتاز. احنا قلنا هنا اليوم ليله المباراه او قبلها بيومين، قلنا اهم حاجه اسلوب الضغط بتاع النادي الاهلي، شفنا ضغط مثالي. المهم ان انت ازاي تمنع طارق حامد في بناء الهجمه، ازاي تدافع قدام نادي الزمالك، وازاي تهاجم، وازاي تمنع بناء الهجمه. اعتقد ان موسيماني قدر يعمل التوليفه الجيده من خلال الحاجات دي يعني. كريم، الكابتن محمد عادل حكم المباراه، اولا وجهه نظرك في كابتن محمد عادل، ثانيا في تصريحات كابتن محمد عادل. انا شايف ان التصريحات كانت حسنة النية جدا، الراجل كان بيتكلم بعفوية شديدة، ومش عايز اسميها زلة لسان، بس هو انا بالنسبة لي كابتن محمد عادل عمل الامانة مباراة كويسة كمجمل يعني. انا اديته درجة 7 من 10، انا شايف انه عمل مباراة كويسة. 7؟ طبعا. انا شايف الاخطاء اللي حصلت يعني ممكن يتم تبريرها، هو طلع لك ايه، انا اسف، انا فعلا ما يعني اخطأت في القرارات دي، واكتشفت ده لما روحت وشفت المباراه مره ثانيه. انما كابتن محمد عادل دون ان يدري حللنا كل المعضله اللي احنا عمالين نتكلم فيها من الموسم اللي فات، وهي ان في بعض اللحظات الحكم داخل الملعب في بعض المباريات، ولن اسمي طرفي المباراه ايا كان مين هما، في بعض الاحيان الحكم بيدخل مشاعره في النتيجه. يعني كابتن محمد عادل قال بالحرف، انا حسيت بتوتر لعيبه نادي الزمالك بعد ما النتيجه بقت 3-0، وقلت لزمايلي في الايربيز يا جماعه عايزين نشتغل بروح القانون حاجه زي كده ونخلي بالنا. طيب انا هنا بسال سؤال، كابتن محمد عادل لما هياخد قرار بارضاء نادي الزمالك في قرار ما، مش في نفس الوقت هو بيرضي نادي الزمالك في هذا القرار هيضر بيه شخص اخر هو مش واخد باله منه، هو مش مركز معاه؟ هي دي النقطه. كابتن محمد عادل بكل بساطه قال مشكله معظم يعني حكام الكرة في مصر، انه بيجي في لحظة بيظن انه هو بيعمل خير، هو بيعملش خير، انت بتعملش خير، انت بتعمل شر، بس انت مش شايفه، انت حاسس ان هي مفيش. انا بقولش ان في حكم بينزل قاصد يعني يجامل
فرق، لكن اللي انت قلته ده ببساطه هو ده اللي بيحصل. فرقه كسبتها 0 بمجهودها بكل عدل في الدنيا، ركلتين جزاء صحاح جدا ما فيهمش اي مشاكل، بسببهم وبسبب النتيجه بتيجي انت تتغاضى عن لاعب مسكك من التيشيرت، لاعب وصل اعتراضه عليك. خايف ضربه الجزاء يا كابتن اسلام، انا هنا بكلمك في ضربه الجزاء ايه؟ هنروح ونيجي فيها. لا ما دي ما لا ما هو لا مش قصدي، لا اقصد ايه؟ هنروح ونيجي فيها ازاي؟ مش يعني واحد ممكن يقول لك يا كابتن اسلام ده انت كان في عطله. لا لا معلش، اذا كان الكابتن عصام عبد الفتاح أيوة. رئيس لجنه الحكام نعم. قال ان حمدي فتحي شده تمام، وكابتن محمد عادل تمام. قال ان علي معلول وقعه جميل. طيب يبقى انا اعمل في اختلاف صح؟ طب ايه بقى؟ هل هنختلف لما زيزو طارق حامد مسكوا الكابتن محمد عادل من التيشيرت؟ هل ده هل دي نقطه؟ عبد السلاي خد انذار ليه؟ نعم عمرو السولية خد انذار ليه؟ الاعتراض الاعتراض ما. لا الاعتراض ايه؟ شفهي شفهي شفهي. ده طارق حامد وزيزو حضرتك شوف اللقطه مسكوم الجيرسي مسكوم التيشيرت وهو بيتعامل مع الامر كان ده عادي. ازاي؟ هو ده هنا السؤال. هل في ماتش مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر يونايتد مغلوب 5-0 بول بوجبا بوجبا بيرتكب خطا خد انذار الحكم اتقال له في الفار ارجع بص عليه كان ممكن يقول ايه؟ وكان لسه نازل وكان ممكن يقول ايه الحكم ببساطه؟ احتوي يا عم ماشي دول شايلين 5 يا عم حرام عليك احتويهم احتويهم بس الكلمه فظيعه الكلمه مش ممكن الكلمه طلعت في لحظه صدق مع النفس ان هو ببساطه انا بقول ان احنا دلوقتي واقفين عند نقطه حلوه يا جماعه عشان نبقى واضحين واحنا بامانه ما بنحفلش ولا حتى لا لا بنسخر من الكلمه من النهارده يا كابتن عصام فتاح انا طالبت بصراحه في بدايه الموسم ده ان رئيس لجنه الحكام يبقى اجنبي انا اتمنى رئيس لجنه الحكام صح. في مصر يبقى اجنبي حكم اجنبي ليه عشان نحل المشاكل دي كلها طيب كده عصام فتاح طلع دافع عن التصريحات بكل قوه وقال يا جماعه بطلوا تمسكوا في الكلمه اوكي خلاص اللي حصل حصل تعالى بقى من النهارده الدوري هيرجع بعد ماتش منتخب مصر كابتن عصام فتاح لو سمحت معاك 10 ايام تعلم حكامك يشيلوا من قاموسهم كلمة الاحتواء. أنت موظف بتاخد فلوس، كان عندهم مشاكل في الفلوس، صح؟ وفضلوا كل شوية بيتكلموا على العائد المادي. بس أوكي. هو الكابتن عصام الحقيقة من الأيام دي نعم. هو مش موجود في مصر. ليه؟ كابتن عصام في تونس. ليه؟ رئيس بعثة منتخبنا الوطني للشباب، معرفش إزاي، يعني ده اللي أنا فهمته. أنا أول مرة أسمع معاك. فهو كابتن عصام العشر أيام دول ما تطالب بيه حضرتك هو مش هيقدر يعمله خلال 10 أيام. جميل يكلف حد. إلا لو وكل إلا لو وكل حد يعني. تمام يكلف حد لو سمحت. إن ده يكلف حد إحنا عايزين العدل، يعني إيه العدل؟ العدل المطلق مش العدل الجزئي. لا تعطف عليا بعدل. محدش بيعطف على حد بعدل. إديني حقي، يعني إيه إديني حقي؟ دي 90 دقيقة أنا كسبان 5، كسبان 100-0، أنت مالكش دعوة، أنت مالك. حاجة ما تخصكش. انا مغلوب 5-0 إيه وعملت غلطه حاسبني عليها لكن الحكم المفروض تعلمهم يا كابتن عصام تديهم سيشنز كده تقول لهم يا جماعه انتوا بره النتيجه مالكش دعوه بالنتيجه النتيجه ايا كانت انت بتحسب زي ما قانون كره القدم بيقول ده يستحق الطرد اطرده ان شاء الله يا رب يطرد 5 للدرجه ان الفريق ما يبقاش قانونيا قادر يكمل المباراه ما تعطفش على حد ليه المره الجايه بفتكر كابتن اسلام انا هنهي كلمتي بفتكر نهايه الموسم اي مباراه الكابتن محمد عادل على وجه التحديد هيحكمها يكون طرفها نادي الزمالك المنافس لو حصل مع نفس الموضوع كلمه احتواء هيتم استخدامها لو كابتن محمد عادل حكم لنا اهو بقول اهو للنادي الاهلي ماتش وجاملنا في اي قرار هيتقال ده بيعمل كده عشان يرد اللي حصل في ماتش الاهلي دخل نفسه في مشكله كبيره جدا دخل نفسه في مشكله كبيره هو جداً. ده طيب كان مين بقى اللي يحل بقى الازمه دي كلها الكابتن عصام فتاح بصفته رئيس لجنه الحكام ان شاء الله لما يرجع من تونس او يوكل حد ان شاء الله يعني اتفضل يا بالنسبه للحكم انا شايف ان الحكم دوره هو قاضي الملعب يعني قاضي الملعب دوره تطبيق القانون اللي شايفه يحسبه سواء بقى فرقه كسبانه 6 فرقه خسرانه 6 ملوش دعوه هو بيحسب اللي شايفه هو المشكله ان الحكم محمد عادل كان ماشي كويس قوي لغايه الدقيقه 70 بالظبط بدا يعمل عمليه الاحتواء دي كميه فاولات اللي حصل واللي ما حدش شافه خالص ان طارق حامد لم لعيبه نادي الزمالك وكانوا يعني بيهددوا بالانسحاب يعني طلعنا بره قصص دي اصل ما دي حاجه ما تخصناش فده يعني ده اللي عمل ضغط ده اللي عمل ضغط على الحكم من الاخر يعني ده اللي عمل ضغط دي حاجه ثانيه ده اللي عمل ضغط على الحكم أوكي. لما هم الحكم خاف يعني حس ان ايه المباراه هتهرب منه لا انت مفروض شخصيه الحكم فين هنا
يا سيدي حتى لو انسحبوا ما يتعاقبوا، لو انسحبوا ما يتعاقبوا، ايه المشكله؟ هياخدوا ايقاف 2-0، ما هو انسحبوا قبل كده، ايه المشكله؟ ما هي النتيجه هتتحسب 2-0. لكن انا ما اتاثرش كحكم، انا دوري اطبق القانون. ده في كميه فاولات في اخر 10 دقائق على النادي الاهلي، يعني المفروض ان هي ما تتحسبش واتحسبت. يعني لصالح نادي عمليه توازن ودخل فرقه تانية في الجيم، طب ليه؟ ليه؟ انا المفروض الحكم دوره تطبيق القانون، زي ما السوليه اعترض واخد انذار، طارق حامد وزيزو ادي الاعتراض اهو. ده مش ممكن يا خبر ابيض، ده مش اعتراض، ده المفروض ده دي كرامه حكم في حته ايه؟ اللمس. وانس ان اللاعب لمسك لازم كارت احمر مباشر، دي كرامه حكم على طول. ده تطبيق القانون، لازم اي لاعب يلمس الحكم لازم كارت. ده هو زقه. بص 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 اللقطه الجايه، ده هو بيبعد ايده. طب انت تبعد ايده ليه؟ ده في كمان بقى حاجات خفيه، يعني ايه؟ يعني عمر السعيد مثلا معاه انذار، طلع في لعبه مع حمدي فتحي في الدقيقه 59، ده انذار تاني. المسلوسي غير في لعبه ثالثه فيها انذار، ادي المسلوسي عندك كارت احمر، زيزو ليه كارت احمر. طب يعني على الاقل يعني كنت اقدر اقول ان الحكم قدم مباراه جيده لو كان مثلا ادى كارت احمر، يعني كان في كذا كارت احمر بصراحه، يعني زيزو، طارق حامد، حمزه المسلوسي، عمر السعيد، الاربعه دول على الاقل كان واحد فيهم اتطرد. كابتن ناصر عباس كان معايا امبارح قال لي الكره الثانيه في اللي هي الاولانيه، انا اسف، ما ياخدش فيها انذار، بس في لعبه في لعبه ثانيه فيها تدخل على قفشه كان ممكن ياخد فيها انذار ولعبه ضربه الجزاء. فعلى الاقل يعني على الاقل من الاربعه كان يدي كارت احمر واحد. برضو المساواه في الظلم عدل، يعني انا عمرو السوليه جه كلمني وقال ان هو عمل وخلى، طيب اديت لعمرو انذار بسبب الاعتراض، طيب واللي احنا شفناه؟ ادي انذار، يعني طبق القانون على الجميع. على فكره انا اتمنى ان ده يحصل حتى مع لعيبه النادي الاهلي. صحيح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو لعيبه النادي الاهلي عملوا هذا الشكل وهذا المنظر، لا من فضل حضرتك اطردهم، ما عندناش مشكله، ولكن يجب ان يتم تطبيق القانون على الجميع، مش الاحمر بس. مش الاحمر بس، الاحمر وبقيه الالوان الثانيه. وزي يا كابتن اسلام، احنا هنا في قناه النادي الاهلي لو في اي عضو في الجهاز الفني للنادي الاهلي او الاداري قاعد على الدكه وشفناه واحنا حتى مغلوبين او محتاجين دقائق في الماتش او ايا كان الوضع، شفناه بعيننا بيشوط الكوره عشان يمنع المنافس او يعطل الوقت، احنا هنا اول ناس هتهاجمه. اول ناس هتهاجمه ليه؟ دي مش اخلاقنا. مش اخلاقنا، مش طريقتنا. دي مش اخلاقنا. الكوره اللي حصلت في ركله جزاء علي معلول دي مش اول مره تحصل في مباراه نادي الزمالك للاسف، ومفيش حد من المنظومه طلع قال يا جماعه عيب الحركه دي. قبل كده كانوا بيتهموا مين؟ الولاد الصغيرين اللي هم بيرموا اللي حامل الكرات خارج الملعب. اولاد صغيرين سنهم يعني في شويه عصبيه بتاع، انما المترجم، مترجم المدير الفني اللي هو قصدي مش شغلانته اصلا، مش بتاعتك انت، مش بتاع كرة اصلا، انت راجل وظيفتك تقعد تسمع اللغه الفرنسيه تترجمها للغه العربيه. ده دورك اصلا، انت ولا ليك اي دور في الكوره عشان تبين الحته اللي عندك فتعمل الشويتين دول. لا، هنقول الاسم وهنقول كل حاجه عشان ده ما يتكررش. ده مش منظر. الفكره في بعض الحاجات اللي بتعدي، اللي بتعدي ما نزلش عقوبه عليه في العقوبه. لا لا لا، النادي خد، النادي خد، النادي بقى يدفعها من الخزنه بتاعته ياخدها منه، دي حاجه بقى خاصه بنادي الزمالك. انما ان المنظومه الموقف ده يحصل ويتم تمريره وتبريره لمجرد ان نادي الزمالك شال سكور، عادي يا جماعه، دي رياضه. انت كنت وحش، ما انت ما اشتغلتش، الراجل المدير الفني بتاعك دبسك، وهنشرح ده على البورد بعد شويه. اللي حط نادي الزمالك في الفضيحه دي كارتيرون. كارتيرون شال 5-1 في 69 دقيقه، دي حقيقه، دي فاكت. والجونين اللي جم الثاني والثالث مش تاكتكس، مش تاكتكس، دي كرات عشوائيه داخل منطقه الجزاء، بس دي الحقيقه. طيب خلينا نطلع على الشاشه ونشرح ايه اللي هيحصل. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل ماذا حدث في هذه المباراه ولكن على الشاشه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كيف استطاع بيتسو موسيماني ان يتغلب على كارتيرون في مباراه الاهلي والزمالك اللي انتهت بفوز نادي الزمالك 5-3؟ كلام كتير قلناه مع كريم واحمد هنا على الكنبه، دلوقتي هنشوف بقى الكلام ده وتطبيقه على الشاشه، وكيف استطاع احمد وكريم موسيماني ان يفوز على كارتيرون.
اول حاجه معانا هنتكلم في اكتر من نقطه، ازاي النادي الاهلي كان بيضغط، ازاي النادي الاهلي استحوذ، كان قدم شوط اول يعني المباراه كلها تحديدا مباراه ممتازه. اول حاجه هنبدا بضغط السوليه واحد الدور، احنا قلنا ليله المباراه ايه، مين اللي هيروح يمنع بناء الهجمه من عند طارق حامد عند نادي الزمالك. تعال نشوف اول حاجه اسلوب الضغط بتاع النادي الاهلي كان عامل ازاي. بص نادي الزمالك حمزه المسلوسي، بص الضغط بتاع نادي الزمالك مين اول واحد بيروح بيقطع، عمرو السوليه، دور مهم جدا لعمرو السوليه في الضغط، الكره بتروح تاني، بص تكملت تكمل هنلاقي محمود علاء، محمود علاء بيقلش نتيجه الضغط السوليه مع طارق حامد، دي اهم نقطه. السوليه طبعا بيعمل حركه الجميله جدا لمحمد شريف. طب الجون ده جاي نتيجه ايه؟ هل هو جاي الخطا ده جاي نتيجه ايه؟ الناس اللي بتقول الهدف جاي من خطا، لا هو الهدف ده جاي من تكتيك مدرب في الضغط. نرجع تاني من الاول ونشوف، نرجع تاني ونشوف، هنلاقي ان طارق اهو بص حضرتك ادي الضغط نلعب اهو نفس الكلمه اهو الضغط، هو الهدف جاي نتيجه ايه؟ الضغط، عمليه الضغط لما بتبقى بتضغط بشكل منظم شكلك بيبقى كويس. ده الكلام اللي احنا قلناه ليله المباراه، مين رايح مع طارق حامد؟ عمرو السوليه مان تو مان، هو رايح عليه قطع منه الكوره راحت على طول، راح عامل الحركه بتاعته الجميله لمحمد شريف. اذا الجون جاي نتيجه ايه؟ جاي نتيجه ضغط، ده السر الخفي اللي عمله بيتسو موسيماني، اللي هو ايه؟ عمرو السوليه يقرب من طارق حامد عشان يمنع بناء الهجمه، اليو ديانج بيغطي، بيرسي تاو بيخش للعمق، وقفشه بيخش للعمق مع زياده اكرم توفيق وعلي معلول. كمل يا احمد برده مع ضغط عمرو السوليه، ضغط عمرو السوليه ده الهدف برده الثاني، هدف ثاني للنادي الاهلي، الكره طبعا بتروح بمنتهى الجمال من اليمين للشمال نفس الكلام اهو لطارق حامد، مين اللي رايح على طارق حامد؟ عمرو السوليه، طارق حامد اتزنق راح مبازيها لحمزه المسلوسي، حمزه عمرو السوليه مكمل في الضغط. هنا عمرو السوليه قدم دور مهم جدا في عمليه الضغط العالي، ده اللي جه منه ضربه الجزاء. ما ضربه الجزاء دي جايه من ايه؟ ما هو مش هدف، مش نقول على هدف ضربه جزاء كده وخلاص، لا هو الهدف جاي نتيجه اسلوب وتكتيك مدرب في عمليه الضغط ودور عمرو السوليه في الضغط على لاعبي نادي الزمالك ومنعهم من بناء الهجمه. وببساطه لو كان عمرو السوليه وقف وما ضغطش على المسلوسي ما كانتش جت ضربه جزاء، شتت الكوره وخلاص بمنتهى السهوله وما كانتش جت ضربه ليه ركله جزاء. لكن اساس بقى كابتن اسلام عايز اتكلم عليه في ان النادي الاهلي في بدايه المباراه فعلا استغل السذاجه الفنيه اللي عند كالتيرون، ان هو قرر انه يضغط النادي الاهلي بطول الملعب، قرار فني غريب جدا جدا جدا، ما فهمش ازاي اصلا احنا بنتكلم، يعني الاغلبيه ما بتتكلمش عليه. كارتيرون بادئ المباراه وهو عارف تشكيل النادي الاهلي يوم المباراه من الساعه 6. بيتسو موسيماني للمره الاولى مع النادي الاهلي في ماتش قمه بيعلن التشكيل والخطه من الساعه 6. طيب ساب لي كارتيرون ساعتين يفكر فيهم، كارتيرون عمل ايه؟ قال لك يا جماعه احنا زي ما احنا هنضغط النادي الاهلي بطول الملعب، فرقه بتلعب 3 4 3. طيب تعال نتفرج ونشوف ضغط نادي الزمالك حرق كام لاعب عنده. النادي الاهلي ماسك الاستحواذ من بدايه المباراه وبيقدر بنشوف زمن الهجمه عند النادي الاهلي، وانا عايز ستوب هنا اهو. وعدد التمريرات وعايز ستوب هنا اهو. نادي الزمالك بيلعب 4 2 3 1 وبيضغط بالاربعه اللي قدام، راس الحربه عمر السعيد وراه اوباما وبن شرقي وسيد زيزو، والنادي الاهلي كان بيتعمد يدي الكره لمحمد الشناوي. اول ما بعمل الاستحواذ بتاعي والاربعه دول بيضغطوا لمجرد الضغط، منظر انا بضغط ضغط، ادي المساحه اللي بتتضرب في ظهر نادي الزمالك فين؟ عند اكرم توفيق والناحيه الثانيه عند علي معلول. لو احنا فعلا بنسال نفسنا مين صناع لعب النادي الاهلي في المباراه دي، ولا هو عمرو السوليه ولا هو مجدي قفشه ولا بيرسي تاو، اكرم ومعلول، اكرم وعلي معلول. ليه؟ لانها ضحكت عليك، شديتك لنص الملعب بتاعي منطقه جزائي وانت ضغطت، وانا قلت لعيبتي بره الكوره عادي جدا واديهم الايحاء ان هم ممكن يغلطوك وياخدوا الكوره ويقلبوها الهجمه ليهم، واديها لمحمد الشناوي، اول ما اجي لك على طول اكرم توفيق يفتح لي الملعب على الطرف وعلي معلول يفتح على الطرف. اول ما بنعمل كده اهو بنفرغ نص ملعب نادي الزمالك وبنقدر نطلع اربع لاعبين من اللعبه وبنروح في نص ملعب نادي الزمالك 4 على 4 او 5 على 5 او 6. كم مساحات، بص يا كابتن اسلام، كم مساحات فاضي تماما في ظهر لعيبه نادي الزمالك، لان هم بيضغطوا ضغط عشوائي بحت، ضغط مش منظم، ضغط مع بص في مستحيل لعيبه. انا النهارده حبيت ارسم مثلثات او يعني اعمل الفرقه
الخطوط ما بينها عامله قد ايه، هنلاقي مساحه شاسعه جدا. بص المساحه ما بينهم كبيره، مساحه شاسعه جدا 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 ما بين الاربع لعيبه، وبالتالي لو واحد اتضرب خلاص على طول الكوره ترجع لمحمد الشناوي. محمد الشناوي يلعب التشيب باس للاعب في نص الملعب، ده ما ينفعش يحصل مع فريق كبير. انت النهارده اتضحك عليك كارتيرون، اللعبه دي اتضحك عليه بيها طول الشوط الاول، وبالتالي النادي الاهلي قدر في خلال نص ساعه يعمل كم هجمات كتيره عمرو ابو جبل ويحرز منهم ثلاث اهداف في خلال 25 دقيقه. شوف عدد التمريرات اهم حاجه، التمريرات 22 احنا معديين الدقيقه. بص ميزه بقى محمد الشناوي ايه؟ تحضير الهجمه وبيلعب برجله حلو قوي، دي ميزه لما يبقى عندك حارس بيلعب برجله حلو. بص بيلعبها بالمقاس لمعلول، بص من اليمين للشمال وايه وجايه يمين، وكل ده احنا مستحوذين اكتر من دقيقه عشان توقفها لعيبه نادي الزمالك عملت فاول. هات ارجع تاني سنه صغيره، ارجع سنه صغيره نشوف عدد الهجمه. هو بص دقيقه و20 ثانيه النادي الاهلي الكره في رجله، دقيقه و20 ثانيه لعيبه نادي الزمالك مش عارفه تاخد الكوره من رجل لعيب النادي الاهلي، 27 تمريره كامله ما خدوهاش غير بفاول لزيزو من علي معلول. وقف الهجمه ما خدهاش كمان، هو وقفها بفاول، فاهم؟ فانت ده يعني الناس اللي بتقول على موسيماني، لا موسيماني مدرب كبير، موسيماني مدرب واحد من المدربين بصراحه الهايلين. في 69 مباراه مع النادي الاهلي ما خسرش غير اربع مباريات، وكسب كل المباريات الكبيره مع النادي الاهلي باستثناء مباراه بايرن ميونخ. فانت ده الاستحواذ. تعال نتفرج على فيديو تاني، هل دي لعبه اتكررت مره واحده؟ لا، تعال نشوف ادي اوت اهو، تمام، شوف الفكره، تعال نعد عدد التمريرات مع بعض ونشوف اللعب الجميل بتاع النادي الاهلي والتيكي تاكا بتاعه النادي الاهلي قدام نادي الزمالك. ادي ايمن اشرف على طول بيدور الكوره لاليو ديانج، عمرو السوليه بيلعبها له بيدور الكوره، ادي الثالثه، ادي الرابعه، بدر بنون لبيرسيتاو، بيرسيتاو بيرجع ورا لمحمدي فتحي لعمرو السوليه، عمرو السوليه بيلعبها اهو بيدور الكوره تاني لبيرسيتاو هيرجعها ورا لبدر بنون. بص في الضغط عمل عاقل جدا بيلعبها لحمدي فتحي اللي مفروض في تحضير الهجمه بيبقى ثالث ورا كافلات في طريقه لعب 3 4 3. ايمن اشرف كده 11 تمريره، اليو ديانج كده 12 لقفشه، على فكره الكره دي جت هدف لاليو ديانج لقفشه، ها كده كام 13 14 15 عمرو السوليه، عمرو السوليه بيلعبها لقفشه 16 لبيرسيتاو، 17 لعمرو لقفشه 18 لعبها لمحمد شريف. ثانيه واحده وقف، ثانيه واحده بص ارجع كده سنه صغيره، ها نرجع بس ارجع كمان وقف ثانيه واحده. هو هنا محمد شريف بيعمل ايه؟ محمد شريف بيتحرك بين الخطوط، ده الكلام ده احنا اتكلمنا فيه برضو ليله المباراه، ان انت مهم ان انت تستغل المساحه اللي هي الزون 14 اللي في ظهر طارق حامد. ازاي؟ محمد شريف بيتحرك بين الخطوط وقفشه شايفه بيضحك على محمود علاء. محمد شريف بص اتحرك بين الخطوط لعبها لاليو ديانج 20 تمريره، الجون ده جاي بعد 20 دقيقه و 20 تمريره و 57 ثانيه، يعني دقيقه استحواذ على الكوره. يعني الجون ده برده مش جاي من لعبه خبطت بالحظ ولا بالبركه ولا الكلام ده، لا الجون بدايته 20 تم. ما هو التوفيق ما بيجيش غير للمجتهد واللي اشتغل صح. فانت جمال اللعبه ان انت شفت كميه الاستحواذ بتاع النادي الاهلي، دي برده لعبه ثالثه. حاجه بس يا احمد، انا عارف احنا مضغوطين في الوقت شويه، بس انا هاخد اللعب نفس اللعبه كانت اسلام، وعايز نادي الزمالك يعرف الغلط هو اللي عنده فين، اللي خلى النادي الاهلي يعني يحرز فيه ثلاث اهداف في 25 دقيقه اهو، يعني جميله من قناه النادي الاهلي. هنقول نادي الزمالك لا من كريم، مش من كريم من كريم اهو. الغلطه فين؟ وشوفوا ازاي كارتيرون هو اللي اختار ثنائيه امام عاشور طارق حامد. طارق حامد للامانه في اللعبه دي بيعمل كل مواصفات لاعب خط الوسط بشكل ممتاز جدا. مين بقى اللي مضيع الدنيا دي كلها عند نادي الزمالك؟ امام عاشور. امام عاشور بيعمل ايه؟ امام عاشور في وسط الملعب بيتمشى، ده اختيار مين؟ اختيار كارتيرون اللعيب بتاعك، نفس المدير الفني الناس كلها بتشيد بيه. تعال نتفرج على نص ملعب نادي الزمالك في الشوط الاول ونقارن ما بين طارق حامد وامام عاشور. سيبكم بقى من الكوره وسيبكم بقى من النادي الاهلي، ده كارتيرون اللي الناس اشادت بيه فنيا. بيتفرج على بعد ما اتغلب 5-3. نعم؟ بعد ما اتغلب 5-3 يعني. بص يا كابتن اسلام، نص ملعب نادي الزمالك بيتم اختراقه ازاي؟ بسبب غلطه. طارق حامد واخد المساحه بتاعته وعمال يجري فيها لوحده. الامانه امام عاشور باعه تماما. امام عاشور بيتمشى في نص الملعب، ما بيعملش اي شيء، ولا بيضغط ولا حتى بيحلى، مجرد بس ان هو بيجر رجله عشان يقول انا بعمل حاجه. راح منتخب مصر. استنى بس اهو، بص ركز مع امام عاشور.
الصوره هتيجي تاني. بص طارق حامد فاتح سبرنت بيحاول يقفل مساحات التمرير علينا في الحته دي كلها. امام عاشور واقف ان هو ببساطه ببساطه بيتمشى بمعنى الكلمه، ما بيعملش اي شيء. بص بيتمشى لغايه فين بقى الحته اللي قالها احمد خطيره جدا. الكوره اتلعبت من ورا امام عاشور لاليو ديانج، التسديد جه من ورا امام عاشور. امام عاشور عشان يضحك على المشاهد ان هو عمل شيء راح عامل تاكلينج ملوش اي علاقه بالكوره. ركزوا بقى بكده لغايه لما الكوره توصل ورا امام طارق حامد. عمل شغله تمام، بيحاول يعمل على قد ما يقدر. امام عاشور بص امام عاشور واقف هنا فين؟ ما عملش شيء. بص بقى في الاول ما ديانج هيشوط الكوره هيعمل ايه؟ عمل تاكلينج ولا له اي معنى. ده تكتيك كارتيرون اللي الناس اشادت بيه وقال ان هو رجع نادي الزمالك، ونادي الزمالك ما رجعش غير بكورتين عشوائيتين في اخر المباراه. اعتقد ناس كتيره مطالبه بالاعتذار لبيتسو موسيماني على الكلام اللي اتقال. بيتسو موسيماني هو اللي عمل الشكل ده وهو اللي بنى الاساس اللي احنا شايفينه ده. في نهايه المباراه انا اختلف مع بيتسو موسيماني في كام تغيير، لكن لما اجي اديله درجه هديته 9 من 10. ما ينفعش النهارده واحد كسبان 5 انا هسيب الخمسه اللي هو جابهم وابدا اقول له اصل والله كنت انت المفروض اه ممكن اقول له كده، لكن ما ينفعش اضيع كل اللي هو عمله لمجرد. بتخيل بس لو حد قاعد معانا من بره خالص وجيه يسمع فقال يا جماعه الماتش ده خلص كام؟ قلنا له 5-3 في ماتش ديربي. فقلت يا جماعه انتوا ماسكين الراجل اللي هو كسب الخمسه عمالين تنتقدوه وبتشيدوا برايه. طب ما هو الراجل شايف الكلام ده. هو طبعا هو امانه هو غير امام عاشور ما بين الشوطين، طبعا كان قرار صحيح منه، بس هو لعب الشوط الثاني 4-1 4-1، واحد مغلوب 3-0 واحد مغلوب 3-0 في 45 دقيقه، نزل ال 45 دقيقه الثاني عمل ايه؟ لعب 4-1 4-1 بس. ده اللي حصل يعني. نكمل برضو بقيه الاستحواذ. الكوره جايه من عند الشناوي، احنا قدامنا 5 دقائق بالظبط. ماشي، الشناوي لعبها لبدري بنون، بدري بنون لحمدي فتحي، نفس الفكره دي. الكوره دي برضو جت جون حمدي فتحي. شوف تدوير الكوره، ده اسلوب لعب موسيماني مع صن داونز بدا يطبقه مع النادي الاهلي في اول المباراه الثالثه، وقدام خصم يعني قدام نادي الزمالك يعني منافس كبير. ومين 8؟ 8 بيرسي تاو في الزمالك، امام عاشور. نيجي لعلي معلول، علي معلول برضو بيدور الكره من اليمين للشمال. شوف عمليه تدوير الكوره ولاعيبه الزمالك بتتحرك بتهلكهم بدنيا اكتر. لحمدي فتحي، حمدي فتحي برضو كل ده 27-28 ثانيه و13 تمريره لغايه دلوقتي. بدر بنون برضو الكره بتروح له، تدوير كوره مفيش، لعيبه نادي الزمالك ما بتلمسش الكره خالص. ليه؟ محمد شريف، محمد شريف لعبها لمين؟ لمعلول. الكره دي جت ضربه جزاء، فهي ضربه الجزاء الثانيه دي جايه نتيجه ايه؟ جاي نتيجه استحواذ وتمرير وتحرك بدون كوره وضغط مثالي من لعيبه النادي الاهلي وتدوير الكوره ولعبها من اليمين للشمال. وهجمات زادت عن 30 ثانيه. زمن الهجمه 30 ثانيه يا جماعه. اي حد يعني اعتقد اي فرقه عايزه تلعب نادي الزمالك خلال الاسابيع الجايه على طول في خط الوسط ابني لعبك على امام عاشور، ما تلعبش على طارق حامد، ابعد عنه، العب على امام عاشور. اعتقد هتلاقي ثغره كبيره جدا جدا ممكن توصلك من نادي الزمالك بسهوله بلغ. تعال نشوف كمان الضربات الركنيه. اخر حاجه عندنا اخر حاجه دي الضربات الركنيه. التكتيك بتاع الضربات الركنيه ومشكله العمق الدفاعي، يعني المفروض الناس تنتقد كارتيرون على الشكل ده. يعني الكوره دي بص لعيبه نادي الزمالك كلها بتبص على الكوره وسايبه على بص 1 2 3 4 5 كل الفرقه تقريبا في منطقه جزاء، واليو ديانج بيشوط لوحده، قفشه لعبها له وبيشوط. هل ده يعني هو فضل فرقه؟ فضل فرقه لعب 4-1 4-1. بس انت شايف اليو ديانج على الدايره، كل الفرق، كل الفكره ان لعيبه النادي الزمالك كلها بتبص على الكوره وسايبه اليو ديانج فاضي، ومشكله العمق واضحه. كذلك برضو مشكله حمزه المسلوسي الباك رايت، يعني حتى اتغير في الاخر الماتش خالص فني يعني بعد علي معلول فيه. فعلا علي عليه يعني علي معلول فعلا عمل مباراه على حمزه المسلوسي. المفروض دوري كمدرب ان انا شايف ان في ثغره عندي ان انا اتدخل. ايوه، اذا ده الشكل اللي خلى النادي الاهلي يفوز على نادي الزمالك. الطريقه اللي لعب بها بيتسو موسيماني وطريقه اللي هي الاستحواذ واللعب على الوصول الى المرمى باكثر عدد من اكثر عدد من التمريرات واكبر عدد من الدقائق تبقى الكره في رجل النادي الاهلي، وده اللي كان بيحاول يطبقه خلال الفتره السابقه. يعني الراجل عمل حاجه فنيه جوه الملعب قدر يكسب بيها وكسب الرهان. طب مظبوط اكيد. اصل انا ما سمعتش الكلام ده والله، يعني 5 اهداف ما دخلوش على غفله. اكيد يعني ما بنتكلمش في انتصار كابتن اسلام بهدف او بهدفين او بثلاثة. 5 اهداف، 5 اهداف ما دخلوش صدفه، ما دخلوش غفله. احنا شفنا زمن الهجمات كلها بتاعت الاهداف. امر اعتقد فنيا امر مسيء لاي مدير فني ان الخصم بتاعك يمسك الكوره
فوق ال 30 ثانية، يمرر فوق ال 25 تمريرة، وإيه؟ والهجمة دي بتنتهي مش بعمل كده أضيع وقت، يعني احنا اتعودنا نعمل ده في نهايه الماتش عشان استهلك الوقت، لا ده انا بنهي بفنش الهجمه بتاعتي بالمنظر ده بحاجتين، لا بهدف لا باخد ركله جزاء. في نفس الوقت انا مفيش حد حلل خط وسط نادي الزمالك، مش ممكن، ده كوارث كوارث من فرقه المفروض احد نادي الزمالك كبير طبعا، واحده تاني والله انا بقولها دي واحده من اقوى القوائم لنادي الزمالك امتلكها في اخر 5 سنين اخر 10 سنين. ليه نادي الزمالك شال 5 سنين من الاخر اهو، من المتسبب الرئيسي في هذه الفضيحه الكرويه؟ كارتيرون طبعا اللي هو المسؤول الفني عن هذه المباراه. عموما ان شاء الله نادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه وخلال ال10 ايام اللي جايه، بيتسو موسيماني رجع النهارده اهو بالسلامه، وبقى خد اجازه 4 5 ايام ورجع بالسلامه، وان شاء الله يبدا بقى التمرين خلال الفتره اللي جايه على الاخطاء اللي حدثت في هذه المباراه وفي الثلاث مباريات الاولى، علشان ان شاء الله في الدوري لما يرجع ان شاء الله النادي الاهلي يستطيع ان يفوز بالثلاث مباريات القادمه في الدوري، وهو ده الاهم. ما لحقناش نتكلم عن منتخبنا الوطني، ولكن هنسيب بقى الكلام عن المنتخب ان شاء الله بعد مباراه الجمعه والثلاثاء ان شاء الله، ونقدر نتكلم بقى بشكل اكبر عن هذه الامور، ونعرف كمان تصنيفنا، هنكون وصلنا للتصنيف، نعرف هنوصل للتصنيف من اوائل من الخمسه الاوائل ولا لا، ده هيبان خلال الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، مش كده؟ الاسبوع اللي جاي ان شاء الله الماتش ليبيريا ونيجيريا يوم السبت، اعتقد ده المباراه اللي هتحدد بنسبه كبيره احنا تصنيفنا هيكون ايه. يا مسهل يا رب ان شاء الله. عموما انا بشكرك جدا يا كريم على وجودك معانا النهارده، شكرا جزيلا يا احمد على وجودك معانا النهارده. شكرا لك يا كابتن اسلام، والف مبروك للنادي الاهلي. الله يخليك، انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله التقي مع حضراتكم يوم الاحد القادم وحلقه جديده من البيت الكبير.